وسهلا بكم مشاهدينا، وحياكم الله معنا مع هذه الانطلاقه الجديده لبرنامج مدفع الافطار عبر الفضائيه الكويتيه من متحف بيت العثمان في اليوم 16 من ايام شهر رمضان المبارك. عاد الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. احنا دائما ننوه ان طريقه المشاركه في البرنامج تكون عن طريق الاتصال او الحضور. لازم الواحد يتصل على 22 326 6611 سواء يبي اتصال هاتفي او الحضور الى متحف بيت العثمان. اهلا وسهلا بالجميع، وان شاء الله نتلقى معاكم الاتصالات الهاتفيه. نحاول في كل حلقه ناخذ اكبر عدد ممكن من اخواننا الراغبين في الاشتراك معنا في مدفع الافطار. يوسف، كل عام انت بخير. الو، انت بخير وصحه وسلامه. اهلا وسهلا يوسف. يا هلا فيك يا هلا بغالي. احنا في ثالث يوم للقرقعان، وزعتوا قرقعان؟ وزعنا اكيد وناخذ قرقعان بعد. نوزع وناخذ. تاخذ قرقعان؟ اي. يوسف قل لي، ما دام سولفنا على القرقعان، تذكر اخر مره قرقعت فيها متى؟ والله من زمان. من زمان يعني 20 سنه يمكن. أيه. 19 سنه. من زمان. الله يعطيك طول العمر ان شاء الله. وياك ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. نبيك تختار من 1 إلى 6. من 1 إلى 6. 3 ان شاء الله. 3. كل كم سنة يتم الاحتفال بالعيد الفضي أو باليوبيل الفضي؟ 20 سنة ولا 25 سنة يا يوسف؟ 25 سنة. يا سلام عليك. أخذ قرقعاننا، 50 دينار نقدي من مجمع زاوية سنتر إحدى شركات دكتور يوسف مساعد الميلم. قدم كوبون بقيمة 50 دينار زائد حصالتهم. تلفونهم 18-22-0-22. كوبون من شركة تعبية مياه الروتين. قدم كوبون بقيمة 20 دينار. تلفونهم 1-88-123-4. مؤسسة السر تمكن للعطور والبخور. قدموا كوبون بقيمة 30 دينار. تلفونهم 22-466-390. مطعم غرايف للمأكولات الكويتية. قدموا كوبون بقيمة 20 دينار. تلفونهم 18-15-815. مواهب. الو كل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة. اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يا هلا. اسمك مواهب؟ اي نعم، مواهب. يا سلام، اهلا وسهلا فيك. شوية من اللي سماك مواهب؟ الوالدة الله يرحمها. الله يرحمها ان شاء الله. وكل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة يا رب. نبيش تختاري من 1 إلى 6. واحد. ما اسم أول شهر بالسنة الهجرية؟ شعبان ولا محرم؟ محرم. يا سلام عليك، هذه هي الإجابة الصحيحة. 50 دينار مقدمة من مجمع زاوية سنتر زائد حصالتهم. أيضا عندنا شركة زين عالم جميل. قدموا كوبون بقيمة 37 دينار. مؤسسة السر تمكن للعطور والبخور. قدموا كوبون بقيمة 30 دينار. كوبون بقيمة 20 دينار من دجاج الديرة. تلفونهم 9-31-418-8. الحين احنا متواصلين معاكم رابعة. كل عام وانت بخير رابعة. يا هلا فيك. وانت بخير. اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك، حياك الله. متى اخر مرة قرقعتي فيها يا رابعة؟ وين من سنين. تذكرين شنو كانوا يعطونك؟ كل شيء حلو. اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير. الله يحفظك، الله يخليك. الحين ما دام من زمان، يعني الحين هالايام ايضا توزعون قرقعان؟ محافظه على العاده الاجتماعيه. عيالي. اي ويعطونك؟ والله يعطوني ان شاء الله. ويا رب. منو احسن، قرقعان قبل ولا الحين؟ والله صراحه يعني اكيد قبل، ما ادري. اي قبل صح. الحين دخلت مع التكنولوجيا. عليك نور. اي نبيك تنقين من 1 إلى 6. اختاري. ان شاء الله. يلا قول يا رب. ان شاء الله. 5. رقم 5. بالامثال يقولون طقاق روحه ما شنو؟ ما يصيح ولا ما يتكلم؟ طقاق روحه ما يصيح ولا يتكلم؟ اي شنو الكلمه؟ يقولون فلان طقاق روحه شنو؟ ما يصيح؟ ما يصيح؟ اي ولا يعزف؟
ما يصيح؟ ما يصيح، يلا هذه هي الإجابة الصحيحة. يا سلام عليك. الحمد لله ما قصرت. اي تستاهلين. 50 دينار نقدي من مجمع زاوية سنتر. مؤسسة السيرتي مكة للعطور والبخور قدموا كوبون بقيمة 30 دينار. مطعم غرايف للمأكولات الكويتية قدموا كوبون بقيمة 20 دينار. شركة تعبئة مياه الروتين قدموا كوبون بقيمة 20 دينار. فالح. هلا. كل عام وانت بخير. خير وسلامة، طول عمرك. عمرك إن شاء الله. شلونك؟ مبارك عليك، ما تبقى من الشهر. علينا وعليك إن شاء الله. احنا سؤالنا حبيبي. اليوم قاعد نسأل الناس، تتذكرون أول يوم قرقعتوا فيه ولا تتذكر أنت آخر مرة قرقعت فيها؟ 25 سنة ممكن. الله يعطيك الصحة والعافية. يبي الفضي. الله يعطيك الصحة والعافية. تتذكر قبل 25 سنة القرقعان شنو كان غير اليوم؟ شنو كان فيه؟ ما في شيء القرقعان. نحوس بالسكيك ويعطونا وقت على البيبان ويعطونا شيء. الحين ندفع فلوس بالقرقعان يعطون برميت. واخر شيء الوالد ولا الوالده ناطرين عند الباب يقول عطنا شنو حصلت اليوم. اخوك العود ياخذ التيبه كله. صح صدقت. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا عزيزي. على ماذا يطلق اسم السمبوك؟ السمبوك مو كنا السفينه. السفينه الشراعيه ولا الباخره؟ لا اعتقد السفينه الشراعيه. ماكو واحد. يا سلام عليك. السمبوك احد السفن الشراعيه. 50 دينار نقدي من مجمع زاويه سنتر زائد حصالتهم. شركه زين قدموا كوبون بقيمه 37 دينار. دجاج الديره قدموا كوبون بقيمه 20 دينار. مطعم غرايف للمأكولات الكويتيه قدموا كوبون بقيمه 20 دينار. دلال. هلا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. احنا اليوم في ثالث يوم القرقعان، شو يقولون بالقرقعان؟ قرقعان وقرقعان. اي بعد؟ بيت قصير والميزان. عادت عليهم؟ صيام كل سنه وكل عام. وكل عام، ان شاء الله يا الله يعوده عليك وعلى المشاهدين، ان شاء الله كل سنه وكل عام. عندنا من 1 إلى 6، اختاري. 3. رقم 3. أول نادي كويتي حقق بطولة كأس الأمير، السالمية ولا العربي؟ العربي. العربي صح، هذه هي الإجابة الصحيحة. أول نادي كويتي حقق بطولة كأس الأمير النادي العربي. 50 دينار مقدمة من وزارة الإعلام. شركة أطياب المرشود قدموا كوبون بقيمة 20 دينار. تلفونهم 220-97-333. مطعم غرايف للمأكولات الكويتية قدموا كوبون بقيمة 20 دينار. شركة لينز آن دينز لوجبات الدايت قدموا كوبون بقيمة 25 دينار. متواصلين معاكم ونروح مثل ما قلنا، عندنا اتصالات هاتفية وعندنا العائلة. يعطيك العافية أم عبد الله. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يا هلا بيك. كل عام طول عمرك وأنت بخير صح وسلامة. تعرف عليك. وينعاد عليك. محمد نصر الله أبو جاسم. أهلا وسهلا فيك. الله ينعمك. هذا علي. علي. أشكناني حسين نصر الله. إي. زكريا أشكناه. إي أهلا وسهلا. الله يسلمك، كيف حالك؟ وين هاللبس الحلو مكشخهم؟ الله يسلمك طول عمرك. الله إن شاء الله يخليهم لك. الله يبلغ فيهم ان شاء الله. ان شاء الله وينعاد عليك ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم. الكويت كلهم جميعا. امين يا رب العالمين. الله يسلمك هلا حبيبي. احنا قاعد نتكلم على القرقيعان. إيه؟ تذكر ايام قبل القرقيعان وين الحين يختلف. الحين ما شاء الله فعاليات. ما فعاليات. قبل كنا لا نطق على الجيران فريج كله وهذا ماكو. الحين وينطرونا لها الشيفت ما جبت. الحين ما شاء الله فعاليات والجمعيات مال الجمعيات. ما شاء الله كلها تشارك الحين. كل تشارك. بس احنا ايامنا لا تشارك. شنو كان ايامك؟ ماكو شيء. سبال يعطونا. سبال وشاكليت. هذا شاكليت ثلاث بقرات شاكليت يعطونا. الشاكليت علش بوسهم. سوال ما شاء الله. وكانوا فرحانين مستانسين فيه. وكل الفريج مستانسين. الحمد لله. وننطر القرقعان ثلاث ايام ورا ثلاث ليالي كلها تقرقع. وما شاء الله يعني حتى يعني الاولاد الحين مستانسين. مثلا عندنا القرقعان 14 15 16 قبل ثلاث اربع ايام هم بالفريج. يعني ناطرين هالمناسبه الحلوه هذه. صح ناطرين كل ناطرها. الله يعطيكم الصحه والعافيه. الله يعافيك ويسلمك وشاكيلك على البرنامج الحلو. الله يسلمك ويطول بعمرك ويخليك يا رب. وياك ان شاء الله. عندنا سؤال. تفضل. اي فريق تشجع اول شيء؟
انا والله قد ساوي. ها ها قد ساوي. اي لا لا انت لما تقول قد ساوي علها بصوت عالي، في سؤال على العربي. قد ساوي. اهلا وسهلا فيك، حياك الله معانا. سمعك تقول لي اول نادي، اول نادي فاز بكاس الامير اللي قبل شويه، النادي العربي. اي من زمان. اهلا وسهلا فيك. الستينات يمكن. اي تفضل. ما هي اكبر قاره بالعالم من حيث المساحه، اسيا ولا اوروبا؟ لا اسيا. اسيا معروفه. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. كل عام وانت بخير. انت بخير، صحه وسلامه. حصلت معانا على 50 دينار مقدمه من وزاره الاعلام. اطياب المرشود قدموا كوبون بقيمه 20 دينار، دجاج الديره قدموا كوبون بقيمه 20 دينار، وايضا عندنا اي انا بعطيك الحصاله، اعيد لك الجوائز مره ثانيه. اي انا بعيد لك الجوائز مره ثانيه. في 50 دينار مقدمة لك من مجمع زاوية سنتر. إيه؟ بقيمة 50 دينار. و50 دينار مقدمة لك من وزارة الإعلام. لا. وكوبون بقيمة 20 دينار مقدم من دجاج الديرة. ومطعم غرايف المأكولات الكويتية قدم كوبون بقيمة 20 دينار. مؤسسة السيرتي مكة للعطور والبخور قدموا كوبون بقيمة 20 دينار. هذا الحصالة اللي عندك هني، في داخلها 50 دينار من زاوية سنتر التابع لمجموعة شركة الدكتور يوسف مساعد الميلم. الله يعطيك الصحة والعافية، بإمكانك تستلم الجوائز عندنا، شغلنا حار بحار. يعطيك أهلا وسهلا فيك. بارك الله فيك. والله يحفظك أحفادك وعيالك إن شاء الله. يخليك. شكرا جزيلا لك. طولة العمر إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله. وينعاد عليك بخير. آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا فيكم ومتواصلين معاكم، وفي أسئلتنا واتصالاتنا الهاتفية. عبد الرحمن أبوي، كل عام أنت بخير. وأنت بخير وصحة وعافية. أهلا وسهلا فيك وحياك الله معانا. الله يحييك يا غالي. عبد الرحمن، إحنا قاعد نتكلم على القرقعان قبل شوية، متى آخر مرة قرقعت فيها؟ يمكن 15-20 سنة قبل. 15-20 سنة. ولكن والحين ما شاء الله العادة هذه مستمرة اليوم ودوم. مستمرة بالبيوت، وما شاء الله أمس عندنا الجمعة والإخوان والأهل كلهم تبارك الله قاعدين، وبس جمعة قبل غير على قولتهم، قاعدين قبل بهالفرجان وبهالسكيك. صح. الحين صار بالبيوت. أحمل لنا ولعيالنا. أكيد ما في شك. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير. نبيك تختار من 1 إلى 6. 6. رقم 6. إذا قلنا عبد الرحمن الحسام، هو اسم من أسماء شنو؟ الأسد ولا السيف؟ الأسد. عبد الرحمن. هلا. السيف. 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 الحسام اسم من أسماء السيف. أهلا وسهلا فيك وحياك الله معانا. 50 دينار مقدمة من وزارة الإعلام، كوبون من شركة أطياب المرشود بقيمة 20 دينار، وأيضا كوبون من دجاج الديرة بقيمة 20 دينار. شركة تعبئة مياه الروثتين قدموا كوبون بقيمة 20 دينار. أيضا مطعم غرايف المأكولات الكويتية قدموا كوبون بقيمة 20 دينار. سارة، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. سارة، قرقعتي ولا لا؟ لا. ليش؟ من زمان يعني من قرقعين. من زمان، لكن قاعد توزعون قرقعان. اي نعم. خلاص انت كبرتي على القرقعان، الحين لازم اذا طقوا الجرس تطلعين يقرقعون وتعطينهم القرقعان. اي صح. اهلا وسهلا فيك. اهلا والله. نبيك تختارين من 1 إلى 6. 5. رقم 6؟ 5. 5. رقم 5. لقب يطلق على مجموعة الطيور، السرب ولا مجموعة؟ سرب. سرب الطيور. يا سلام عليك، إذا ما عطوش قرقعان سمعي قرقعاننا. 50 دينار مقدمة من وزارة الإعلام، شركة أطياب المرشود قدموا كوبون بقيمة 20 دينار، لينز أند دينز لوجبات الدايت قدموا كوبون بقيمة 25 دينار. بنطلع فاصل. باسم، في فرق بين فاصل وباسم. باسم، اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه والسلامه، العاد عليك الايام بخير وصحه. اهلا وسهلا فيك وحياك الله معانا. الله يحييك ويجيك. عندنا هني الحين بالكويت القرقيعان. اي تعرف شو يقولوا؟ 14 و15 و16. اي
انا اجيب لك مريم، ما شاء الله حافظه صغيره عمرها 4 سنين ونص، قرقعان وقرقعان. إيه؟ خلنا نسمع. يلا يا مريم. يلا يا مريم. قرقعان قرقعان غني لعمو. قرقعان قرقعان بيتك سلم ورمضان. رمضان عادت عليكم صيام كل سنه وكل عام. كل سنة وكل عام. أي تستاهل 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 الجائزة تستاهل الجائزة. خلاص مخرجنا بولند يقول عطها السيدة على طول بدون سؤال تكريما لبنتك. أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا. 50 دينار مقدمة من وزارة الإعلام، شركة أطياب المرشود قدموا كوبون بقيمة 20 دينار، مطعم غرائف المأكولات الكويتية قدموا كوبون بقيمة 20 دينار. سعد حياك الله. كل عام وانت بخير يا سعد. وانت بخير وصحة وسلامة حبيبي. تقبل طاعتك ان شاء الله. منا ومنك يا اخوي. احنا قاعد نتكلم على القرقعان، متى اخر مرة قرقعت فيها؟ والله من 20 سنة تقريبا. الله يعطيك الصحة والعافية. ويعافيك طول عمرك. شنو كنت تقول فيها؟ ذكر نفسك وذكرنا. والله قرقعان وقرقعان بيتك سير ورميضان. ايه عادت عليكم. صيام كل سنة وكل عام. كل سنة وكل عام. ان شاء الله الله يعود عليك وعلى المشاهدين ان شاء الله. علينا وعليك بالصحة والعافية اخوي سعد. من 1 إلى 6 اختار رقم. رقم 1 إن شاء الله. رقم 1 إن شاء الله. على أي نهر يطلق نهر العواصم؟ الفرات ولا الدانوب؟ راح طلعت لك الاختيارات. نهر العواصم يمر بأكثر من عاصمة في العالم. نهر العواصم. الفرات ولا الدانوب؟ الدانوب. يا سلام عليك، هذه هي الإجابة الصحيحة. 50 دينار مقدمة من وزارة الإعلام، شركة أطياب المرشود قدموا كوبون بقيمة 20 دينار، مطعم غرائف المأكولات الكويتية قدموا كوبون بقيمة 20 دينار. منيرة. اي نعم. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة، يا هلا فيكم. قرقعي علينا منيرة، شو تقولين؟ قرقيعان وقرقيعان بينك سير ورميضان. يا سلام عليك. عادت عليكم صيام. الله يعطيك الصحة والعافية. كل سنة وكل عام. اللهم آمين. أهلا وسهلا فيك، تقبل طاعتك. منه ومنك إن شاء الله يا رب. يلا. شنو تذكري من قرقيعان قبل؟ البرميت. إي. النخي. النخي صح. إي نعم. كل خير يعني سبحان الله. إي والله. كل خير كل خير. إي. إي نعم. الباصور اللي هو اللي احنا نقول على النقل. اي صح يا حلو يا قبل. بولند قول لي الخلطه اللي شنو تسوي؟ يكسر النخ يحط شكر وناكله. الملبس هذا هو الملبس. يا سلام عليك، حصلتي على جائزه هذا بدون هالسؤال هذا. سلم عمرك ما قصرت. 50 دينار مقدمه من وزاره الاعلام، شركة لينز آن دينز لوجبات الدايت قدموا كوبون بقيمة 25 دينار، مطعم غرايف للمأكولات الكويتية قدموا كوبون بقيمة 25 دينار. أنوار. ألو. كل عام وانت بخير أنوار. وانت بخير. ذكرينا بالقرقعان، شي يقولون؟ قرقعان وقرقعان بيتي صير والمضان. اي بعد عادت عليكم. عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. متى الحين تقرقعين ولا من زمان؟ من زمان. الحين توزعون وزعتوا قرقعان أمس؟ إيه وزعنا. إيه يا سلام عليك، أنت سؤال وجواب، وزعتوا ووزعنا، شلونك شخطة؟ أوكي. الحين أبيش تختارين من 1 إلى 6. 1. لحظة طلعت من 1 ها؟ ما هي ثاني دولة في العالم من حيث المساحة؟ فرنسا ولا كندا؟ كندا. كندا. منو اللي قاعد معاك؟ أخوي. أخوك. قولي له إحنا سؤالنا ما هي ثاني دولة في العالم من حيث المساحة؟ وجابته صحيحة كندا. زين إذا قلنا أول دولة؟ فرنسا. لا ما يجاوب. روسيا. 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 اهلا وسهلا فيك وكل عام وانتم بخير. وهذه الجوائز 50 دينار مقدمه من وزاره الاعلام، كوبون من شركه تعبئه مياه الروتين بقيمه 20 دينار، ومطعم غرايف للمأكولات الكويتيه قدموا كوبون بقيمه 20 دينار.
عبد الله كل عام انت بخير. وانت بخير والسلامة طال عمرك. وعمرك ان شاء الله، اهلا وسهلا فيك. ايش رايك احنا قاعد نتكلم عن القرقيعان، شنو ذكرياتك عن القرقيعان؟ والله القرقيعان اول كنا نقرقع نطلع قبل بالفريج. الفريج بالفريج كنا صغار حياشنا ظهرنا نطق البيبان. عساكم وعسام العواده ان شاء الله يجون عليهم كل سنه ان شاء الله. ان شاء الله صح شاء الله. الاولاد يقولون سلم ولدهم يلا خلى الامه يلا يلا اهلا وسهلا فيك وتقبل طاعتك ان شاء الله. نبيك تختار من واحد الى سته. واحد رقم واحد، ما هو الاسم المعروف لمنظمة الدول المصدرة للبترول؟ أوبك ولا أوابك ولا معهد البترول الأمريكي؟ أوبك. أوبك يا سلام عليك. منظمة الاسم المعروف لمنظمة الدول المصدرة للبترول، هذه هي الإجابة الصحيحة. 50 دينار مقدمة من وزارة الإعلام، كوبون من شركة تعبية مياه روتين بقيمة 20 دينار، مؤسسة السرتي مكة للعطور والبخور قدموا كوبون بقيمة 30 دينار. أحمد كل عام أنت بخير. وأنت بصحة وسلامة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بفضلتك. إحنا قاعد نتكلم على القرقيعان، قول لنا على القرقيعان. شنو ذكريات؟ دي من العادات بتاعت أهل الكويت الطيبة يعني بصراحة يعني. إيه أنت من وين؟ أنا من مصر. من مصر؟ إيه شنو يقولون عندكم بعد؟ يقولون إحنا هنا يقولون قرقيعان وقرقيعان ولا سلم ملاط ولدهم يلا. مصر شنو يقولون؟ والله في مصر ما في يعني في مصر إيه؟ ما لاش اسم معين بس يعني هي دي يعني دي في السواء بالأسبوع دي يعني الحياة اللي عندي تحصل في رمضان دي بتحصل عندنا في الأسبوع لما تضيف المسلسل. هذه وحوية وحوية والسوالف اللي يقولونها بالمسلسلات هذه مو من ضمن رمضان يعني؟ لا من ضمن رمضان برضو وحوية وحوية آه. وحوية يا فانوس ولا آه فوانيس ولا إيه والزينة في الشوارع إيه زين عط إيه إيه الحين نبي تمام نعطيك مثل تفضل بالأمثال يقولون اللي ما له أول ما له شنو ما له آخر ما له آخر ولا ما له تالي بالكويتي لا بالكويتي ما له تالي ما له تالي أهلا وسهلا فيك وحياك الله معانا فزت معانا بمجموعة جوائز 50 دينار مقدمة لك من وزارة الإعلام كوبون من شركة تعبية مياه الروتين بقيمة 20 دينار ومؤسسة السرتي مكة للعطور والبخور قدموا كوبون بقيمة 30 دينار احنا نذكر حق المشاهدين الكرام بالارقام دائما في بعض اخوان يعني يقولنا هنا بدون اتصال واحنا كعمليه تنظيميه لازم الواحد يتصل على 2223266611 حتى يبي اتصال او الحضور شخصيا الى متحف بيت العثمان من الساعه 10 لغايه الساعه 4 العصر. بكذا احنا وصلنا معاكم الى ختام برنامجنا في متحف بيت العثمان مدفع الافطار لحظات وننتقل معاكم إلى قصر نايف لإطلاق مدفع الأفطار ثم أذان المغرب بصوت القارئ أحمد الطربلسي. هذه تحية حلوة من جميع الزملاء في مختلف التخصصات في البرنامج سواء هني أو بقصر نايف بقيادة زميلنا وأخونا محمد بولند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.